السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما نبدأ بالحديث المتعلق بقراءة سورة الفاتحة وحكمها في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، رواه البخاري ومسلم وغيرهما من طريق محمود بن ربيع عن عبادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والمنفي هنا هو الصحة، أي لا تصح صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويدل لهذا المعنى ما ذكره المؤلف رحمه الله من الرواية عند ابن حبان والدارقطني، قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. والإجزاء أي الكفاية والصحة والإغنى. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، أي لا تصح ولا تجزئ ولا تكفي ولا تغني صلاة تخلو من قراءة فاتحة الكتاب. وهذا بيان لمرتبة القراءة. وقد أمر الله تعالى بالقراءة في الصلاة في قوله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وذلك في أمره جل في علاه المؤمنين بالقراءة. وقد جاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث المسيء في صلاته الذي علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل كيف يصلي، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة ما يتيسر من القرآن. فالقراءة في الصلاة ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا بها. فلا تصح صلاة مصلٍ إلا بقراءة. وفي حديث عبادة الذي بين أيدينا بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما الذي يقرأ من القرآن، وأنه فاتحة الكتاب، فقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب هي سورة الحمد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخر السورة.
ويدل لي هذا أن المراد بفاتحة الكتاب الحمد ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وكذلك جاء في حديث أنس أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وبه يعلم أن فاتحة الكتاب التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أنها سورة الحمد وهي أم القرآن. وقد جاء ذلك في بعض الروايات جاء ذلك في بعض الأحاديث ففيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب بأم القرآن لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج أي فهي ناقصة. هذا الحديث بيّن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود بفاتحة الكتاب وأنها أم القرآن وهي سبع المثاني التي قال الله تعالى فيها ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فقراءتها ركن من أركان الصلاة لا خلاف بين العلماء في مشروعية القراءة وذهب جماهير العلماء إلى أن قراءتها ركن من أركان الصلاة. إلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من علماء الإسلام خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله فإنه يرى أن قراءة الفاتحة لا تتعين لامتثال ما أمر الله تعالى به في قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ولعل الحديث لم يبلغ ولذلك لم يقل به. وإلا في الحديث حديث عبادة رضي الله تعالى عنه جلي ظاهر في أنه يطلب من المصلي أن يقرأ فاتحة الكتاب وأنه إذا لم يقرأ بالفاتحة فلا تصح صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والأصل في النفي يا إخوان كما هو معهود في اللغة نفي الوجود. لما تقول لا رجل في الدار فأنت تقصد أنه لا يوجد جنس رجل في الدار. لكن إذا وجد رجل حقيقة فإن النفي ينتقل من الوجود إلى الصحة أو الكمال حسب سياق الكلام الذي يفهم به المعنى. ففيما يتعلق بالأعمال نفيها إذا وجدت فهو نفي لصحتها. فإذا وجدت صلاة بتكبير وركوع وسجود دون قراءة الفاتحة فإنها صلاة غير صحيحة حتى يدل الدليل على صحة هذه الصلاة فينتقل ذلك إلى الكمال. فالأصل في النفي نفي الوجود ثم نفي الصحة ثم نفي الكمال هذا هو الترتيب. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي لا تصح صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وظاهر الحديث العموم لكل مصل في كل صلاة ففي كل صلاة يشمل صلاة الفرض والنفل وفي ولكل مصل سواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا للعموم في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله وهو قول في مذهب أحمد أنه لا تصح صلاة مصل إلا بقراءة أم الكتاب سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا للعموم في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والمؤلف رحمه الله
أشار إلى هذا العموم بما ذكر من رواية أحمد لحديث عبادة، رواية أحمد وأصحاب السنن وابن حبان لحديث عبادة، حيث قال وفي أخرى أي في رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. وهذا سؤال، قال الصحابة في إجابته نعم، أي إننا نقرأ خلف إمامنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. أي لا تفعلوا بقراءة شيء من القرآن والإمام يقرأ إلا فاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا يدل على العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأنها شاملة لصلاة الإمام والمنفرد ولصلاة المأموم. هذا ما أفاده ذكر المؤلف رحمه الله لرواية عبادة التي عند أحمد وأصحاب السنن وابن حبان. وقد قال بهذا الإمام الشافعي كما ذكرت، وقال به بعض الظاهرية أيضا، وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى أن قراءة المأموم خلف إمامه في الجهرية غير واجبة، وذلك تخصيص لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب. ووجه التخصيص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في صلاة جهر فيها بالقراءة: ما لي أنازع القرآن؟ قال لهم: هل قرأ منكم معي أحد أي في هذه الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن، أي علم بهذه القراءة السبب الذي وقع فيه منازعة القرآن، أي مشقة التلاوة عليه، وذلك لوجود من يقرأ خلفه من أصحابه. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال الصحابي رضي الله تعالى عنه: فانتهى الناس عن الجهر، فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقضي على ما دل عليه حديث عبادة من استثناء قراءة المأموم خلف الإمام، استثناء الفاتحة في قراءة المأموم خلف الإمام، حيث قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهنا تعرض حديثان، وفي حال تعارض الأحاديث فإن العلماء يسلكون في ذلك مسالك عدة، فيسلكون مسلك الجمع، وهذا أوثق المسالك، محاولة الجمع بين الأحاديث المتعارضة. فإذا لم يتمكن من الجمع فينظر إلى الناسخ والمنسوخ، أي أيهما المتقدم والمتأخر. فإذا لم يعلم متقدم ولا متأخر فيصار إلى الترجيح، أي ترجيح أحد الحديثين على الآخر. وبالنظر إلى هذين الحديثين لا يمكن الجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة يقول: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وفي حديث أبي هريرة قال: ما لي أنازع القرآن؟ قال الراوي: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهره أنه انتهاء شامل للفاتحة ولغيرها. وبالنظر إلى الأحاديث فإن حديث أبي هريرة أثبت إسنادا من حديث عبادة، ولذلك رجحه الجمهور وقالوا إن
مأموم إذا جهر إمامه بالقراءة لم يجب عليه أن يقرأ شيئا، بل الواجب عليه الإنصات. وعززوا هذا الترجيح بجملة من الأدلة. أولا أن الله تعالى أمر المؤمنين بالإنصات عند قراءة القرآن، فقال فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالإنصات للإمام كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري في صفة الصلاة، قال وإذا قرأ، في رواية قال وإذا قرأ فأنصتوا، وهذا يؤكد معنى حديث معنى الآية الكريمة فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واستدلوا أيضا بما رواه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قرأ فأنصتوا، فهذه الرواية جاءت في حديث أبي موسى وجاءت في حديث أبي هريرة، حديث أبي موسى في صحيح مسلم وحديث أبي هريرة في المسند والسنن. فمجموع هذه الأدلة دل على أن المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة فيما يجهر فيه إمامه. وقد استدل بعضهم بما جاء في المسند من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ من صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، قراءة الإمام قراءة لمن خلفه أي تكفيه وتغنيه. لكن هذا الحديث ضعيف عند عامة العلماء، ولذلك الاستدلال بما تقدم من الأدلة، وأما هذا فإنه يستأنس به. وأما الاستدلال استدلال الجمهور على أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ هو بعموم الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم مالي أنازع القرآن فانتهى الناس على الجهر فيما يقرأ فيه الإمام، ولقوله وإذا قرأ فأنصتوا، وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، وهو الراجح من الأقوال أن المأموم إذا كانت الصلاة جهرية فإنه لا يجب عليه القراءة حال قراءة إمامه، بل يجب عليه الإنصات، لأن أن الله عز وجل أمره بالإنصات، والأحاديث دلت على هذا الأمر وهو وجوب الإنصات لتلاوة التالي وقراءة الإمام. وبه يتبين أن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ليس على عمومه، بل هو مخصوص بما إذا كان الإنسان مأموما في صلاة جهرية لا يتمكن فيها مع القراءة، لا يتمكن فيها من القراءة مع الإمام، فإنه يكفيه قراءة إمامه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن القراءة ليست واجبة لكنها سنة في الجهرية خلف الأئمة، وهذا مذهب الأوزاعي رحمه الله، لكنه مردود عليه بما جاء من الأحاديث والنصوص الآمرة بالإنصات. فخلاصة ما يتعلق بهذه المسألة، لأن كثيرا من الناس يسألون عنها، وهي هل يجب علي أن أقرأ الفاتحة حال جهر الإمام والإمام لا يترك لي مجال للقراءة؟ الجواب لا يجب، بل لا يجوز، وليس فقط لا يجب، لأن الله تعالى قال فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قرأ فأنصتوا، وفي الحديث فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. أما الصلاة السرية أو الركعات التي لا يجهر فيها الإمام بالقراءة من الصلاة الجهرية، فإن الواجب أن يقرأ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويفيد هذا الحديث أيضا أن قراءة ما زاد على الفاتحة ليست ركنا ولا واجبا، ولا تؤثر على صحة، وترك ذلك لا يؤثر على صحة الصلاة،
فإذا صلى الإنسان بالفاتحة فقط فإن صلاته صحيحة ولو لم يقرأ شيئا من القرآن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. هذه الأحاديث في بيان أن قراءة الفاتحة لا يلزم فيها قراءة البسملة، وأن قراءة الفاتحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هي في آيات الفاتحة لا البسملة، فإن البسملة ليست آية من الفاتحة بل هي آية في أول كل سورة ومنها الفاتحة إلا سورة براءة. فالبسملة ليست آية من الفاتحة بل أول آيات الفاتحة الحمد لله رب العالمين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة أن يجهر في القراءة بالحمد لله رب العالمين، لأن البسملة ليست من الفاتحة على وجه الخصوص، إنما هي آية في مبدأ كل سورة من سور القرآن، فلا تحسب من آيات السور. ولذلك تجدون أن آيات السور البسملة في السور لا تحسب من آياتها، فأول آية في البقرة ألف لام ميم، وأول آية في الأعراف في الأعراف ألف لام ميم صاد، وأول آية في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وأول آية في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، مع أن البسملة مكتوبة في أول السورة لكنها لا تعد من آيات السور في كل القرآن. وعلى هذا جرى الأئمة إلا الفاتحة، فإنه اختلف العلماء في عد البسملة من آيات السورة، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن البسملة من الفاتحة. ولذلك تجدون في المصاحف الآن رقم واحد في آيات سورة البقرة في آيات سورة الفاتحة بعد البسملة مباشرة، والحمد لله رب العالمين هي الآية الثانية، وهذا جار على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله خلافا لما عليه الجمهور من أن البسملة آية في أوائل السور ولكن لا تعد منها. فجمهور العلماء سووا بين الفاتحة وغيرها، وهذا الذي تدل عليه الأدلة، ومنها ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة أو الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا قال المؤلف رحمه الله عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. لماذا ذكر أبا بكر وعمر؟ ذكر أبا بكر وعمر لأن لهما سنة متبعة، فهما اللذان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فلهم خصوصية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفهم قوله والعمل بسنته رضي الله تعالى عنهما. ولهذا ذكر أنس ما شهده من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر وعمر. والسبب في ذكرهما ما لهما من المنزلة في العلم والإمامة والاقتداء والاتباع. يقول رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة
أي الصلاة الجهرية التي يسمعون فيها الناس للقراءة، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ولقائل أن يقول إن المقصود أنه يفتتح بالفاء، أنه يبدأون بقراءة الفاتحة، فالفاتحة من أسمائها الحمد، وليس مقصوده أنه لا يقرأ البسملة. لكن جاء في رواية مسلم ما يلغي هذا الفهم ويبعده، ويبين أن المقصود أن الجهر بالقراءة لا يكون بالبسملة، إنما يكون بالحمد. قال: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، يعني لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة يعني في سورة الفاتحة، ولا في السور التي تقرأ بعد ذلك من سور القرآن. هذا الذي عليه عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعمل صاحبيه أبي بكر وعمر كما نقل أنس رضي الله تعالى عنه. فدل هذا على أن الجهر بالبسملة ليس سنة، وأن السنة البداءة بالسور. لكن هل يقرأ البسملة أو لا؟ نعم، السنة أن يقرأ البسملة في أوائل السور، لكن لا يجهر بها لعدم جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة في أوائل السور. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة قال: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا تفسير لمعنى قولي لا يذكرون بسم الله، أي أنهم لا يجهرون بها، وليس أنهم لا يقرؤون البسملة. فقد ذكرت أن قراءة البسملة في أوائل السور الإجماع منعقد على أن قراءتها سنة، يعني لا خلاف بين العلماء في أن قراءة البسملة في أوائل السور سنة، ولكن اختلفوا هل يجهر بها أو لا. طبعا الكلام في غير الفاتحة، أما الفاتحة فالشافعي يرى وجوب قراءتها، وأن الجهر بها سنة، أما القراءة فهي واجبة عنده. أما الجمهور فإن قراءتها في الفاتحة سنة والجهر بها سنة، وعدم الجهر بها سنة. القراءة سنة، بمعنى أنه لو قال المصلي الله أكبر ثم قال الحمد لله رب العالمين، عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد صلاته صحيحة، وعند الإمام الشافعي صلاته غير صحيحة، لأنه أسقط آية في الفاتحة، إذ إنه يعد البسملة آية من الفاتحة. ولهذا يرى سنية الجهر بالبسملة ووجوب قراءتها، وأما جمهور العلماء فيرون أن الجهر بها سنة، وأن قراءتها من حيث الأصل ليست واجبة بل هي سنة، فلو لم يقرأها المصلي كانت صلاته صحيحة. يقول: وفي أخرى لابن خزيمة، أي في رواية أخرى لحديث أنس، كانوا يسرون أي لا يجهرون، ومعناها وهذا يتبين به معنى لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. قال: وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها، أي أعل الرواية التي قال فيها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخر. الرواية ليست معلولة محفوظة، لا، والذي أعلها لم يفهم معناها، ومعنى الإعلال أي الطعن في الحديث لسبب، إما لسبب خفي، إما في الإسناد أو في المتن. وهنا السبب الذي أعل به من أعل هذه الرواية سبب خفي. أما الرواية، أما الحديث الأخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله فهو عن نعيم المشمر، وسمي بالمشمر لأنه كان يطيب المسجد، فهو مأخوذ من الجمر. قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أي قرأ في صلاته وأسمعنا بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين، قال آمين، أي أمن على قراءته، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، أي أنه يكبر في انتقالاته، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده. هذا الذي يقول هذا الكلام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، إذا سلم
قال والذي نفسي بيده يحلف بالله، وهذه من صيغ اليمين، أي الذي نفسي وروحي بيده يمسكها ويرسلها ويتصرف بها كيف شاء جل في علاه. قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأقربكم في صفة صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد في هذا الحديث أنه كان يجهر بالبسملة، حيث إن نعيم سمعها من أبي هريرة ثم قال رضي الله تعالى عنه والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم ضعف هذه الرواية، والصحيح أنها رواية صحيحة، ويحمل ما جاء من جهر أبي هريرة بالبسملة في صلاته على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحياناً. وأما السنة الغالبة المحفوظة التي نقلها أكثر أصحابه هو عدم الجهر بالبسملة، كما ذكر أنس في صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر يخبر عن أمر دائم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها. فيحمل هذا الذي ذكره أبو هريرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بعض الأحيان. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى قول وسط بين قول الجمهور القائلين بأنه لا يستحب ولا يسن الجهر بالبسملة، وبين قول أبي وبين قول الشافعي القائل بسنية الجهر، إلى أن السنة أن يجهر بذلك أحيانا والغالب أن يترك البسملة. وهذا القول اختاره جماعة من أهل العلم، وهو وجيه جمعا بين الأحاديث الواردة في شأن قراءة البسملة من تركها. لكن الغالب الذي يدوم عليه العمل الإنساني كثيرا هو ترك البسملة، ترك الجهر بالبسملة. هذه بعض المسائل التي تضمن هذا الحديث برواياته، وحديث نعيم المجمر رضي الله تعالى عنه. وقد جاء ذكر المؤلف أيضا حديث أبي هريرة، وعن أبي هريرة قال في هذا الشأن أيضا، وإذا انتهينا من قراءة نجيب على أسئلتكم إن شاء الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. وهذا الذي عليه جمهور المحققين من المحدثين أن هذا موقوف على أبي هريرة، يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبه يعلم أن الأصح من هذين القولين أن البسملة ليست من الفاتحة، وأن قراءتها سنة، وأن الجهر بها لا يسن إلا أحيانا. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأحاديث المتعلقة بصفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بأحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم غد، نجيب على ما يسأل الله من الأسئلة.